بدعوة من منظمة ديالوج كرايس وجمعية المجتمع الحر، عقد في برلمان برلين المحلي كونفرانس حول القضية الكردية في سوريا، شارك فيه سياسيون ومثقفون ألمان وأكراد. وتناول الكونفرانس الوضع السوري بشكل عام من خلال سرد للبنية المجتمعية السورية والمعارضة الكردية في سوريا، بالإضافة إلى تأثير الوضع الكردي في سوريا على الصراع الكردي التركي ودور ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي حيال الوضع الراهن في سوريا. الباحث والمؤرخ الكردي السوري خالد عيسى تحدث لأورينت نيوز حول شكل النظام الذي يضمن تعايش مكونات الشعب السوري. يمكن اعتماد نوع واسع من اللامركزية الإدارية. هذه اللامركزية الإدارية يجب أن توفق بين مبدأين: مبدأ وجود سلطة مركزية قوية تتمكن بالدفاع عن وحدة البلاد وسيادة الوطن تجاه الاعتداءات الخارجية، أي تكون لها صلاحيات كافية للدفاع، ومن ناحية أخرى ضرورة تمتع السلطات المحلية بصلاحيات واسعة. من جهته رأى صالح مسلم الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي أن حل القضية الكردية يكمن بترسيخ الديمقراطية في سوريا. الحمل الأمثل لسوريا نحن طرحناه منذ البداية، يعني الشعب الكردي في غرب كردستان جزء من الشعب السوري، وجميعا نسعى إلى تأسيس سوريا ديمقراطية تعددية يعترف دستورها بجميع مكونات الشعب السوري بثقافتهم بحقوقهم الديمقراطية. هذا هو الحل. الدكتور نورمان بيش تحدث لأورينت نيوز حول تأثير وضع الكردي في سوريا على الصراع الكردي التركي. تركيا تخشى من حصول الكرد في سوريا على حكم ذاتي، وهذا قد يؤثر على كرد تركيا الذين سيطالبون بنفس الشيء. لكن على أردوغان أن يعرف بأن الكرد في سوريا وتركيا لا يريدون الانفصال وتأسيس دولة أو ما شابه. يرى الكرد السوريون بأن النظام اللامركزي سيضمن لهم حقوقهم في سوريا المستقبل، وذلك بعد عقود من النظام المركزي في البلاد. تعتبر القضية الكردية إحدى أهم القضايا في الأزمة السورية، فالكرد عانوا من استبداد النظام عقودا من الزمن، كما أنهم لم يتوصلوا مع المعارضة السورية إلى رؤية تلبي مطالبهم. فأي دور سيلعبه المكون الكردي في سوريا المستقبل كونه اللاعب الأبرز في المعادلة السورية؟ مكسيم العيسى، أورينت نيوز، برلين.